الاتنين، العقل بيعمل الادله وترتيب الادله الظاهره، لان العقل بيقوم بعمليه اسمها التفكر. طب ايه هو الفكر؟ هو حركه النفس في المعقولات. النفس دي ليها حركه، ليها بدايه وليها نهايه، بيمسك الحاجه من اولها وبيؤدي بها الى نهايتها. التفكر ده اللي بيقوم به العقل، يقولك من المبادئ الى المطالب، يعني من بداية الطريق لنهاية الطريق. فالعقل بيقوم بعملية التفكر التي هي ترتيب امور معلومة للتوصل بها الى مجهول. انا قلت لك مرة ان من شغل العقل ان هو بيربط المعلومات ويصل منها الى حاجة هو ما سمعهاش قبل كده، لكن الحاجة دي واقعية وحقيقية وكذا. وهو ده على فكرة اللي خلى فيثاغورس يؤمن بالله. فيثاغورس ازاي امن بالله؟ فيثاغورس ده كان المثلثات ها؟ فيثاغورس بحساب المثلثات، بتاع حساب المثلثات، فاكره؟ واخد بالك ازاي؟ بتاع حساب المثلثات ده كان فيلسوف وكان رياضي، وكان الجماعة بتوع الفيثاغورسيون دول يعني قاعدين في البيزمنت تحت الأرض كده في البدروم. ولكن وجد حاجة غريبة جدا خلته يعني مندهش، فآمن بالله. بعض الناس المترجمين يخطئوا ويقولوا إيه، فيثاغورس عبد الرياضة. لا، هو ما عبدش الرياضة، هو عبد ذلك الرب الذي بنى هذا الكون بهذا النظام العجيب الغريب اللي اكتشفه فيثاغورس. هو كان يعبد الله. فعمل ايه فيثاغورس؟ يعني فكر فيها ازاي؟ يعني هو النظرية اللي انت بتشير اليها دي بتاعت فيثاغورس بتقول ان المربع القائم على الوتر مساحته بتساوي مساحة المربع القائم على الضلعين التانيين. لما نحسب دي ونحسب دي نلاقي قد دي. فلو مثلا الضلع ده 3، 3 في 3 ب 9، والضلع ده 4، 4 في 4 ب 16، 9 و 16 كام؟ 25. تقيس الوتر تلاقيه 5. الله، طب انا دلوقتي جبت الحكايه دي بعقلي ازاي؟ لما بطلع واقيس الاقيها مظبوطه. فيثاغورس تعجب، الكلام ده من جوه مخنا، وانا ما خلقتش الكون ده، امال مين اللي خلى اللي في مخي زي اللي بره؟ يتطابق مع الواقع، يتطابق مع الواقع. صحيح. مين اللي ده؟ واحد غيرنا. يبقى غير الكون وغير الانسان اللي هو احنا بنقول عليها ايه، كتاب الله المنظور وكتاب الله المقدور. المقدور لا ده ولا ده، ده في حد تاني بره اللي هو ده ربنا سبحان الله. هو ده اللي خلق دي الانسان المقدور وخلى مخه يشتغل بالكيفية دي، واللي خلق الكون المنظور وخلاه بالقواعد دي. يبقى لابد ان في حد هو اللي وفق ما بين المخ ده والواقع ده، هذا هو الله. وراح الاستاذ فيثاغورس ده هو امن بالله من ايه؟ من الملاحظة دي. اهو ده شغل قلب، يعني ما مرتش عليه الحكايه ووقف عند هذا. ما ممكن كان يقف عند الحقائق دي، المربع ده قد المربعين دول في المساحه وخلاص. يعني بعد ما وصل لها بالعقل لازم يصدرها القلب بقى. يعني المرتبه الاعلى اهو كده. يبقى اذا العقل لابد منه اهو. راح مصدرها لقلبه. تمام. فقلبه راح شايف، البصيره اشتغلت، البصيره اللي في القلب انكشف عنها الحجاب. عشان كده مولانا الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء على طول. بس خلي بالك، العلماء ده جمع إيه؟ ده جمع عليم مش جمع عالم. جمع عالم، أنا عارف إنها جمع عالم. يبقى عالمون. علماء جمع عليم. جمع عليم. وفوق كل ذي علم عليم. فالعليم ده هو الذي عمل زي فيثاغورس كده، العقل سلم للقلب فالقلب انفتح. اهو ده عليم. ده عليم، ده اللي بيخشى من الله. ده اللي بيخشى من الله لانه على طول هيشوف ربنا. خلاص.
واحد مرة مؤلف ثلاث مجلدات كده، الطب محراب الإيمان. شاف ربنا وهو طبيب جراح. شاف ربنا ازاي؟ شاف ربنا في الدورة الدموية. مين اللي عمل ده؟ دي حاجة غريبة جدا. ايه الدقة دي في رسم الأورطة؟ ايه الدقة دي في أبواب أجزاء القلب الأربعة، الأذين والبطين ايه ده؟ فالراجل حصل له انبهار بخلق الله سبحانه وتعالى، فقال الطب محراب الإيمان. شوف ازاي يعني، فده بعت المعلومات من العقل بعتها إلى القلب، فراح أول ما راحت القلب راحت البصيرة شغالة، فبقى عليم. لكن تحت هنا كان عالم، كان عارف شوية معلومات. نعم. واخد بالك؟ نعم. معلوماتي يعني عنده 100 معلومة، 1000 معلومة، 1000000 معلومة، لكن لسه ما ارتقتش إلى العلم الذي هو نسق، والعلم الذي هو فتح لأبواب القلب الذي هو مسيطر على هذه الحكاية، فيفقه فيشوف ربنا. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. طب ومين اللي بيبص ومين اللي بيعمل؟ اللي عنده العلم. اللي عنده العلم بالضبط. العلم اللي هو إيه بقى؟ آه. اللي هو الوصول إلى الله. نعم. أخذ بالك. نعم. علشان يبقى في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. صحيح. فإذا القلب تحته العقل، والعقل تحته السلوك، وهذا الترتيب موجود في الشريعة، موجود في القرآن، موجود في السنة، موجود في كتابات المسلمين، فهمه الأكابر منهم ومشوا على هذا النهج.